أختي. إنه هو يمي. هو؟ من هو؟ الغريب، الغريب الذي حدثك عنه بالأمس. وهل رأيته في منامك؟ لا، بل رأيته من خلال زجاج النافذة. إني خائفة يا أمي. لميس، ما بها لميس؟ تقول إنها رأت الغريب يطل عليها من النافذة. عجيب أمر هذا الغريب، لماذا لا تراه إلا لميس؟ لماذا لا تراه عينانا؟ عد إلى نومك ودعنا من مهازلك. بنت موسوسة، ما تراه في المنام تقول إنها قد رأته في اليقظة. أما طاب لأبي أن يذهب إلى المدينة ويتركنا وحدنا إلا في مثل هذه الليلة؟ أنت تعرفين يا ابنتي أنه ذهب ليحضر لنا هدايا العيد، وهل هي أول ليلة يذهب ويتركنا وحدنا يا ابنتي؟ إنها ليلة لا ككل الليالي. إني خائفة يا أمي، وأشعر بفراغ كبير وهو بعيد عنا. من تعنين؟ وهل أعني غير أبي؟ لماذا تتنهدين؟ ما كل ما يعلم يقال يا ابنتي. أنت تضمرين شيئا ولا تريد أن تبوحي به أمامي. لماذا رحت ظنونك إلى البعيد يا ابنتي؟ أريد أن أعلم ما يجول في صدرك. أنت تخفين شيئا يشغل بالك. أنا التي أخفي عنك يا لميس، أم أنت التي تخفين عني؟ أفصحي يا أمي لأكون صريحة معك. حسنا، جاءني من يقول إنه رآك عند ضفة النهر تتحدثين مع راجح، ولو علم أبوك لساءه الأمر. مر بي صدفة وهو ذاهب إلى الصيد، فوقف وسلم علي، وكما يقول المثل السلام يجر الكلام. ألسنة الناس لا ترحم يا ابنتي، ونحن مذ جئنا إلى هذه القرية لم يجرحنا أحد بكلمة، ولم ترمنا يد بحجر يا لميس. أمي، أنت بالذات ما شهادتك براجح؟ راجح؟ راجح شاب شريف يا ابنتي. وإذا قلت لك بأنها تحدث معي لقصد شريف؟ تعنيني يا لميس؟ أعني إنه يريد أن يخطبني يا أمي. أمل إبليس بالجنة، لأن راجح لو وافق على أن تكوني زوجة له فلن توافق عمته السيدة دلال. هي زنبقة الجبل يا ابنتي، ونحن زنابق الوادي. أمي، لو لم يكن واثقا من أنها سترضى لما كانت عنده الجرأة ليقطع على نفسه عهدا وأكون له زوجة. يا ابنتي، البنات في مثل سنك قلوبهن هواء، الوعد والكلام المعسول ليبني لهن قصورا في الهواء. لا تصدقي كل ما قاله الراجح يا ابنتي. هل أصدق قول أمي؟ هل إذا بقيت عواطفي معه سأصل إلى الطريق المسدود فأعود ولم أجني غير الندم؟ ماذا يخبئ لي القدر؟
ابنتي. انظري انظري إلى النافذة يا أمي. يا إلهي سرحان سرحان الغريب. أين هو؟ لا لا تقم يا سرحان. لا سرحان سرحان. تكلم يا حميد، ماذا تريد؟ أين كانا مجتمعين؟ في المرة الأولى عند ضفة النهر، واليوم في غابة الحور. متى رأيتهما؟ اسمع، جاء راجح، كلمني بعد ساعة. عدت اليوم بخوفي حنين، لا عصفور ولا زرزور. بالعكس كان لك صيد موفق، إنما من نوع آخر. ماذا تعنين يا عمتي؟ ما هي المناجاة التي كانت تدور بينك وبين لميس بنت المعلم أسعد في غابة الحور؟ ومن أعلمك أن رجلي مرت اليوم على غابة الحور؟ ما دامت هناك عيون ترصد فلن يفوتني شيء من تصرفاتك يا راجح. إلى هذا الحد وصلت بنا الحال؟ أصبحت تحصين علي تحركاتي. أنا ولية أمرك ولن أسمح لك أن ترتكب حماقة لتجعلنا مضغة في الأفواه. أتسمع؟ أسمع جيدا، ولكني أريد أن أعرف ما هي هذه الحماقة التي عانيتها. راجح ابن أخي لن يكون زوجا لهذه الفتاة التي تسمى لميس. والسبب؟ أيضا تسألني عن السبب؟ أسأل لأفهم. سؤال عارف يتجاهل. هؤلاء الجماعة يريدون أن يجعلوا منك سلما يصعدون عليه ليصبحوا فوق وتبقى أنت كما أنت، كما فعل أخوالك بأبيك يوم تزوج أمك، مات قهرا بعد أن نهبوا ماله. دائما هذه القصة، أمي وأخوالي لم ينهبوا أبي، صدقيني لم ينهبوا أبي. أبي، أريدك أن تعرفي أن أمواله ذهبت هدرا على إخوان الصفا وخلان الوفا، والباقي تعرفينه أكثر مني. لا أريد الآن أن أدخل معك في جدل لا يجدي، دعنا من الماضي ولنبقى في حاضرنا. وما به حاضرنا؟ إنني أعارض بشدة ولن أرضى لك مثل هذا الزواج. عمتي عمتي، هذا الأمر يخصني أنا. أنت تتكلمين من مركز الأنانية لأنك تنظرين بعين الاحتقار إلى عائلة المعلم أسعد. أمي أرجوك. راجح، لا أنكر عليك، هذه تصوراتي. أجل، وأنت عليك أن تخرج من قلبك صورة لميس. لك عندي من هي أجمل وأغنى. هذا قلبي، لقد اختار ويصعب علي أن أخالفه. حسناً يا راجح. من يطرق الباب؟ ماذا تريد أيها الغريب؟ من الغريب أنني أصبحت في نظرك غريباً. وهل سبق لي أن عرفتك؟ طول البعد ينسي، ومن كان بعيداً عن العين كان بعيداً عن القلب يا جولنار. جولنار؟ وكيف عرفت اسمي؟ يظهر أنني تغيرت كثيراً حتى أنكرتني. عودي وتأمليني مليا، عسى أن تعرفي من أنا. شبلي؟ شبلي؟
بها ولا تخافي، الميت لا يخيف ولو كان أسدا، فكيف لو كان إنسانا محطما مثلي؟ أعرف أنهم أخبروك بأني مت، وليت ما قالوه كان حقا يا جولنار. لماذا جئت يا شبلي بعد هذه المدة الطويلة من التشريد بسبب جريمتك التي كان ضحيتها إنسان له زوجة وثلاثة أولاد؟ إن من قتل مات واستراح ولم يعد يفكر بزوجة ولا أولاد، وبقيت أنا وحدي أتحمل العذاب، أتنقل من بلد إلى بلد فارا من وجه العدالة، لم يفارقني يوما طيف أولادي. ليتني أنا الذي قتلت واسترحت يا جولنار. لماذا جئت يا شبلي؟ لتفتح جرحا قديما؟ لو كنت تحبنا حقا لبقيت بعيدا يا شبلي، حتى لا تجرحني وتجرح أولادك الذين تربيا في أحضان إنسان آخر ولا يعرفان أبا غيره. أن أقطع الحبل بيني وبينك أمر هين، ولكن كيف تريدين أن أقطع صلتي بأولادي؟ أنت تزوجتي ونسيت رفيق العمر، لكن أنا من ينسيني لميس وسرحان يا جولنار؟ تزوجت ليعيش أولادك، تركت حياة المدينة وجئت إلى هذه القرية والتي ما زلنا فيها غرباء، حتى لا يأتي من يقول لي ولديك بأن أباكما كان مجرما فتنتقل عقدة الذنب منك إليهما يا شبلي. جولنار، يكاد يقتلني الشوق والحنان، أريد أن أراهما بعد أن شبا وكبرا، فلا تبخلي علي بنظرة أكحل بها عيني لتبقى ذكرى تخفف لوعة أب محروم أو شك أن ينطفئ سراج حياته. لو رأيتهما وسألاني عنك ماذا تريد أن يكون جوابي؟ لا، لن تراهما يا شبلي. ولداي قريبان مني ولا أقدر أن أراهما. ما أعد لك يا رب، انتقامك عجيب. اذهب يا شبلي، اذهب وعش قدرك كما نعيش أقدارنا، حتى لا تجتاحنا العواصف ولا توقظ في القلب ألام الماضي. إلى هذا الحد بلغت بك القساوة؟ ليست قساوة، بل هو الواقع الذي يجب أن يكون. اذهب يا شبلي، أرجوك عجل بالخروج. هلا خرج. إنسان غريب طرق بابنا يطلب طعاما ودفئا. لماذا كان يأتي بالليل ويطل علينا بوجهه من النافذة حتى أخافنا؟ خرجت وراءك وبيدي بندقية، فلو رأيتك لأطلقت الرصاص عليك. ليتك فعلت يا فتى. كان عليك أن تأتي من الباب كما فعلت اليوم أيها الغريب. أدركت غلطتي فسامحوني، وشكرا على ما قدمته لي من عون يا سيدتي. إلى أين؟ إلى حيث يريد لي القدر. ابقى معنا. لو كنت أستطيع لبقيت،
ولكن علي أن أرحل الآن لأدرك المكان الذي أقصده قبل هبوط الليل. أمي هيئ له زادا، قد يجوع ولا يجد ما يأكله في طريقه. لا لا لا، أكلت ما فيه الكفاية، شكرا لكم. خذ هذه التفاحة، وإذا شئت خذ كل ما في السلة، فأنت ضيف والضيف يكرم يا عم. أنا عم؟ أمي لماذا ذهب وهو يبكي؟ لعله من المعذبين في الأرض يا ابنتي، من يدري؟ ليته بقي ولم يذهب. ولما هذا التمني يا بني؟ شيء لا أدري ما هو، أحسست أنه كان يجذبني إليه يا أمي. شعوري كان مثل شعورك يا سرحان. دعيني أتولى الأمر. ألا تعتقدين بأنهم يجب أن يعيشوا كأصدقاء؟ توقفوا عن المشاجرة، توقفوا. تمنى لي حظا سعيدا. عندما كانت الصخرة تطاردك كنت تركض بسرعة كبيرة. أي بسيط، أنت تطير بالمقلوب. لقد فزت. مغامرات بسيط يوميا الرابعة مساء على قناة ذكريات. تعالوا بنا ننسى قليلا همومنا ومتاعبنا قبل أن نبدأ أسبوعا جديدا. والله بيتنا ما بيضحك إلا لما بتشعر. ما دام معايا الجمال مالي ومالا. وأملنا هو إدخال البهجة في نفوسكم وقضاء وقت ممتع. وغدا أسبوع آخر الأربعاء 11 مساء على قناة ذكريات. مساء الخير يا عمتي. أراك تأخرت اليوم عن الموعد، هل أخرك لقاؤك معها أم أن هناك؟ أرجو أن تؤجلي هذا الحديث إلى وقت آخر، فليس من المناسب أن نقول شيئا أمام رجل غريب. ليكن ما تريد، أقدم لك ابن أخي راجح. تشرفت بمعرفتك يا سيدي. من الرجل؟ صالح الدلعوني، أرسله إلي المختار ليقوم بأعمال أبي سالم. وما أدرانا أن أبا سالم لن يعود يا عمتي. صرفته نهائيا، لم يبقى له عمل عندنا. صالح. نعم. سأرسل إلى المختار ليحضر وأتكلم معه بشأنك. انصرف الآن وعد صباح الغد لتبدأ عملك في المزرعة. أمرك، تركتكم بخير. مع السلامة. والآن هل صار بإمكاننا أن نتكلم بصراحة لنضع حدا لتلك المهزلة التي تمثلها على مسرح حياتك؟ أية مهزلة؟ مهزلة حبك لبنت المعلم أسعد التي أصبحت أضحوكة أهل القرية. هذا كلام من اختراعك ولم أسمعه إلا منك، لأن لك غاية في ذلك. كل الناس هنا يحترمون المعلم أسعد وابنة المعلم أسعد، وأنا
عرفت كيف أختار عمتي. أنا لست عمتك إذا بقيت على عنادك، وإذا أردت أن تسير على هواك سيكون لي معك شأن لا ترضاه لنفسك، ولسوف تندم يا راجح. ثقي بأنني لن أندم ولن أذعن لإرادتك في يوم من الأيام. هل يكفي هذا أم أزيد؟ يا ضياع ما بذلته من أجلك. نذرت نفسي لتربيتك، رفضت الزواج مرتين بعد أن ترملت، حتى لا يأتي من يشاركك في ثروتي. وتصرفاتك اليوم جعلتني أندم على ما فعلت. عمتي، كل من عرف الحقيقة يقول إنك تبالغين. وما هي الحقيقة؟ لم ترفضي الزواج من أجلي. الرجل الأول كان شرطك أن يكتب لك كل ما عنده باسمك، والثاني عرف بأن كبرياءك لا تنزل الأرض ففر بكرامته. أنت تكذب لتنفي إحساني إليك. الإحسان بالإنسان يا عمتي، الإحسان بلا منة. أما الإحسان على طريقتك فهو في نظري مذلة. فلسفتك هذه ستكلفك ما لم يكن بحسبانك يا راجح. أمي، رأيت الرجل الغريب الذي زارنا قبل أيام. أي؟ في مزرعة السيدة الدلال، وقد أخبرني أنه يعمل عندها. وهل زال في ثيابه الرثة؟ أو أن السيدة دلال قد غيرت حاله وألبسته بعض ثياب زوجها المرحوم؟ لقد أصبح له شكل آخر، لو رأيته الآن لما عرفته. بودي أن أراه في شكله الجديد. لا، لا أريد لكما أن تلتقيا به بعد اليوم. لماذا؟ إنسان مجهول غريب عنا، لا أحب أن يختلط به، خصوصا أنه من جماعة السيدة دلال. ما دام الأمر كذلك ابتعدا عنه وعملا بنصيحة أمكما لنتجنب المشاكل لأولاد. مع أنني وجدته إنسانا طيبا، جلس يسيرني وكأن بيني وبينه صلة قديمة، ولا أدري لماذا كان ينظر إلي والدمع ينهمر من عينيه. أذكر يوم زارنا كان يلتهمنا بنظراته، لو رأيته يا أبي لغيرت رأيك فيه. اتركونا من سيرته الآن، قطع الله سيرته. ما لك تتشائمين من ذكره؟ هل يبعد أن يكون مخلوقا بائسا؟ كانت له زوجة وأولاد، فرق الزمن بينه وبينهم، فهو يرى في وجوه أولاد الناس وجوه أولادي. هذا ما كان يجول بخاطري يا أبي. خيالك واسع يا ولد. تطفل عليك بسؤال؟ تطفل واسأل. ما سر هذا الفتور الذي بينك وبين عمتك؟ بفم ماء وهل ينطق من في فيه ماء؟ إذا أخرج الماء من فمه ينطق. يا عم صالح، إنني أعيش قصة حب وأسعى أن تكون خاتمتها الزواج، لكن عمتي تمانع. ولماذا تمانع؟ لأنها تنظر إلى هؤلاء الناس من برجها العجي فتراهم صغاراً. وهل الفتاة التي أحبها قلبك هي من بنات الريف أم أنها تسكن المدينة؟ كانت صغيرة عندما جاء بها أهلها من المدينة إلى هذه القرية. فربينا معاً في المدرسة التي أنشأها أبوها المعلم أسعد. هل تعني الفتاة التي اسمها لميس؟ لا شك أنك صادفتها مرة وهي تمر في الحقول وفي يدها كتاب. قلت لي إن عمتك لا تريد أن تزوجك إياها لأن لميس من بيت متواضع.
وهذا هو سبب النفور الذي سألتني عنه. وها أنا بحت لك بسري. اسمع، أنت هنا وأنا أبحث عنك. لما تبحث عني؟ مهلا لنسلم على العم صالح. مرحبا يا عم. أهلا بك يا بني. يا راجح. نعم. إذا كنت تريد أن نبقى أصدقاء عليك أن تفهم عمتك بأن لميس بنت المعلم أسعد ليست هي من البنات اللواتي يعبث بثيرتهن. ماذا حدث؟ إنها ترسل بوق هذا الذي اسمه حميد ليذيع في القرية بأننا نحتال عليك لنزوجك أختي لميس. ومتى علمت السيدة دلال بأننا نحكم الطوق من حولك لنتصيدك؟ اهدأ قليلا يا صديقي وهدئ من روعك. كيف تريدني أن أهدأ وعمتك ترشق بيت المعلم أسعد بالبحول؟ أهلا، هل تسمح لي بكلمة يا بني؟ قل يا عم صالح. كلمة صريحة أقولها وأرجو ألا تغضب أحدا منكما. يا بني، راجح بوده أن يذهب إليكم ليطلب يد لميس، وحين استشار عمته في ذلك لم يرقها الأمر وأخذت تسعى لتضع ابن أخيها في الطريق المسدود وتحول دون هذا الزواج. وإن هو طرق بابكم وجاءكم طالبا فلا تخيبوا رجاءه واضربوا بما تشيعه جناب العمة عرض الحائط. هذا كلام لا يشجعنا على طلب الطلب راجح إن جاءنا خاطبا، فأبي أبعد الناس عن الخصومة، ولسنا مستعدين إلى أن ندخل بصراع مع السيدة دلال يا عم صالح. هل عندك جواب؟ سنتكلم فيما بعد. سرحان، سأزوركم وأرجو أن لا أجد الباب موصدا في وجهي. بيتنا دائما مفتوح على مصراعيه لكل زائر وصديق يا راجح. وأنا الغريب كنت من زواركم، هذا تصديق لما قلت يا بني. قهوة دائمة يا سيدتي. تدوم حياتك. والآن يا سيدة دلال، هل بإمكاننا أن نعرف سبب دعوتك لنا؟ يا معلم أسعد، راجح أنت ربيته، والمربي لا يخلو قلبه من عاطفة على من رباه، وأنت ممن يريدون له الخير، لذا دعوتكم لأصارحكم بأمر يتعلق بمستقبل هذا الشاب. بماذا تريدين أن تصارحين يا سيدتي؟ راجح له هوى في ابنتك لميس، وقد صرحني بذلك وقال إنه سيأتي إليكم ليخطبها، فأرجو أن ترفضوا طلبه لأنني مرتبطة بوعد مع عائلة من أقاربنا لأخطب له منها. مبروك عليه سلفا يا سيدتي، وأبلغيه لو جاءنا طالبا العادة خائبا. هل لك طلب آخر يا سيدتي؟ هذا ما أريده منكم وشكرا. هيا بنا يا أسعد. هيا. عفوا، سمعت عمتي تقول لكم شكرا، فلا أخبرتموني علام هذا الشكر؟ بإمكانك يا بني أن تسأل عمتك بعد أن نخرج فهي تجيبك عن هذا السؤال. أرجوكم أن تنتظروا قليلا. لا داعي لبقائنا، هيا يا أسعد. هيا بنا، تركناكم بخير. مع السلامة. هل من حقي أن أعرف سر هذه الزيارة؟ إنني أخجل أن أقول لك بأنهما جاء يطلبان مني إفهامك بأن سمعة لميس أصبحت تلوكها الألسن بسببك، وعليك أن تبتعد عنها. لا أصدق أن هذا ما كان يدور بينكم. أنا أعرف الناس بأساليبك. وهل أنا كنت أكذب؟ كل إنسان يكذب عندما يكون له من وراء الكذب مأرب. أخفي فمك. ما كان يجب أن تصل الحالة بينكما إلى هذا الحد؟ لم يعد بإمكاني أن أتمالك نفسي بعد أن راح يكذبني. حرام علي أن أقيم في هذا البيت بعد اليوم. كل هذا يجري من أجل سواد عيني بنت المعلم أسعد يا صالح. لو كانت تعلم لقالت من أجل سواد عيني ابنتك. راجع راجع راجع
أرجع. كيف تقول إنك لم ترى مطلق النار وكنت قريبا من مكان الحادثة؟ كل ما في الأمر أنني سمعت دوي الرصاص، التفت فرأيت رجح يسقط أرضا، فأسرعت لأسعفه دون أن أعرف مطلق النار. ومن هم أعداؤنا في هذه القرية الذين يتربصون بنا الدوائر؟ سيدتي أنا حديث عهد في قريتكم، ولا أستطيع أن أحكم على عدو أو صديق. ومن يمكن لنا أن نتهمه؟ لا أدري. تذكرت، منذ يومين جاءني حميد يقول إن سرحان بن المعلم أسعد كان يدور بينه وبين راجح جدال عنيف، وسمعه يقول له إن لم تقطع علاقتك بلميس فسأعرف كيف أبعدك. أليس في هذا الكلام تهديد مبطن؟ لا، لا أظن أن سرحان يقدم على عمل جنوني كهذا، وليس من حقنا أن نلصق به التهمة ما دام ينقصنا الدليل يا سيدة. أقواله شاهدة عليه والدليل واضح، فلماذا لا تقول إن الجاني هو سرحان لغيره؟ في رأيي أن هذا مجرد ظن، وأن المسألة تحتاج لشاهد عيان لتثبت التهمة على الفاعل. وإن لم نأتي بشاهد عيان، هل يضيع حقنا دون أن نهتدي إلى عدونا؟ اسمع، يجب أن تشهد. أشهد؟ على ماذا؟ على أنك رأيت سرحان يطلق النار على راجح. سبق أن قلت لك بأني لم أرى مطلق النار. وأنا أطلب منك أن تشهد حتى ولو كنت ستشهد زورا. أفهميني ماذا تريدين من وراء ذلك؟ إنها الفرصة المؤاتية التي سأتخذها ذريعة لأوقع العداوة بين راجح وأهل لميس. أرجو إعفائي من هذه المهمة. صالح، تذكر أنك تعيش من خيري وأنك مستخدم عندي. اعتبريني مستقيلا منذ الآن، ولم يبقى بيننا ارتباط في العمل. صالح! صالح لم يعد صالحا للعمل عندك، ابحثي عن غيري أيتها السيدة المصون. تنظر إلي هكذا؟ من يوجد هنا؟ لا أحد. مجرمة؟ أنا مجرمة؟ كنت تجعلين مني قاتلة. أنت هو أنا الذي أطلقت النار على راجح حينما رأيتك صدفة تقفين معه. كم نبهتك لتبتعدي عن ملاقاته، فضربت بأقوالي عرض الحائط ولم تبالي لما نسمعه من أفواه الناس. سرحان؟ ما بك يا سرحان؟ لا شيء. ولميس؟ لما تبكي لميس؟ اسأليها. ما بك يا ابنتي؟ أمي. سرحان، أفهمني ما الذي كان يدور بينك وبين لميس؟ لما لا تجيب يا سرحان؟ ماذا تريدين أن يكون جوابه؟ تريدين أن يعترف لك بجرمه ويقول أنا الذي أطلقت العيار الناري على راجح؟ يا إلهي، السبب هي ابنتك. كيف حدث ذلك؟ كنت أمر عبر الحقول فرأيتها تقف معه، ظل يغرر بها حتى نال الجزاء الذي يستحق. قل لي، هل رآك راجح وعرفك؟ ما عرفني ولا رآني. وإصابته هل هي خطرة؟ كانت الإصابة في كتفه، فحضر على الفور العم صالح ونقله إلى دار عمته. أين كان العم صالح؟ لا أدري أين كان ولا من أين جاء. لميس، كم مرة نصحتك وقلت لك ابتعدي عنه، فبقيت على عنادك حتى أوقعتنا في هذه المشكلة يا شقية.
ما لي أراكم وكأن على رؤوسكم الطير. وأنت لما أبطلت عادتك ولم تحضر لتناول الغذاء معنا اليوم؟ كنا في دار المختار نتحدث عن محاولة القتل التي تعرض لها راجح. أما جاءكم خبر الحادث؟ الذي حير الناس هو أن راجح شاب مسالم وليس له عدو في هذه القرية. لعله أصيب خطأ من بندقية صياد يا أسعد. لست أدري ولا المنجم يدري. حادثة غامضة. لقد جاء المحقق إلى راجح وأراد أن يستنطقه، فما أدلى إليه بشيء ولم يتهم أحدا. كل ما قاله إنه أثناء ذلك كان يحمل حقيبة وهو يغادر القرية، وحفظت الدعوة ضد مجهول. يبحثون عن الفاعل المجهول، ولو كان بإمكاني أن أبوح بسر لقلت لك أن المجهول معلوم يا أبي. الإنسان لغز كبير. العقل نفسه هو موهبة الاختيار بين البدائل. هل الإنسان مخير أم مسير؟ اختلافات في المجموعة الإنسانية اختلافات هائلة. الجلد جهاز استشعار وإحساس. هل في ذاتية للمخلوقات دي؟ كل ما الحياة ترقت ظهرت فيها الأنا. الإنسان حر مكلف مسؤول، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. العلم والإيمان السبت 11 مساء على قناة ذكريات. أسمعت الخبر يا وليد؟ العاشر مفقود مفقود. أين أخفيت القطة؟ جدي جدي لقد مات الكتكوت الصغير أكله ذئب. انتشر الخبر في المزرعة. الغب الغب مضى 3 ساعات ولم يظهر الفعل. سرقت مزرعتكم والمزارع الأخرى. أنت أخطأت في حساب يا ولي. ماذا نفعل به يا جدي؟ إلى جدي مع التحية يومياً 5 مساء على قناة ذكريات. تفضل. اهلا اهلا بالعم صالح. لو كانت عمتك هي التي ارسلت في طلبي لما جئت. اعرف تفضل. كيف انت؟ في احسن حال والحمد لله. ما اخبارك؟ عمن تريد ان اخبرك؟ لميس كيف حالها؟ لابد وان تكون في اسوأ حال. لم تراها منذ الحادثة؟ لم أرها ولم أعرف عنها شيئا. بودي أن أزور أهلها. وما هي غايتك من هذه الزيارة؟ إذا رافقتني ستعرف غايتي من زيارتي. لا لا لا، لن أخطو معك خطوة قبل أن أعرف مرادك، حتى لا يكون في المسألة إحراج لي ولك. يجب أن نتصارح يا راجح. تريدني أن أصارحك؟ هذا ما أرجوه. سأذهب لأخطبها. دون أن يكون لعمتك رأي في ذلك؟ لقد شطبت عمتي من حسابي، لست بحاجة إلى رأيها. أنا لا أحبذ ما تقول. عم صالح، ماذا تريدني أن أفعل؟ دعني أمهد لك الطريق حتى لا تفشل محاولاتك، لا مع عمتك ولا مع أهل لميس. لا أظن أن عمتي ستوافق. أنت تعرف كل مواقفها معي كانت سلبية كما تعلم. سأحاول أن أقنعها حتى ولو كان بيني وبينها شيء من سوء التفاهم. لم تخبرني شيئا عن سوء التفاهم الذي وقع بينكما. الأمور مرهونة بأوقاتها يا بني.
أستودعك الله. أرجو أن لا يطول غيابك عني. إلى لقاء قريب إن شاء الله. إن شاء الله. أرسلت في طلبي فحضرت، ماذا تريد مني؟ أرسلت إليك ليعلمك بأنني لا أريد لسرحان أن يصبح طريد العدالة كما كان أبوه من قبله يا جمار. وما الذي فعله سرحان حتى يصبح طريد العدالة؟ لا أدري إن كنت تجهلين أو أنك تعرفين وتحاولين أن تنكري. سرحان هو الذي أطلق النار على راجح. من قال لك ذلك؟ رأيته بعيني وأنا الشاهد الوحيد على ما حدث، لذلك أرسلت إليك لتساعديني من أجل مصلحة سرحان. وهل تعلم لماذا أطلق عليه النار؟ عرفت كل شيء، المهم الآن أن نطوي صفحة الماضي. راجح إنسان نبيل، ومن حسن الحظ أن يصبح زوجا لابنتنا. حرمت منها صغيرة وأريد أن أراها، وتراها عيناي الآن في ثياب العرس لأذوق دمع الفرح. أما أنت الذي جنى علينا يا شبلي، لولا ذلك الرجل الطيب لأهلكنا الجوع والعوز. إنه قدرنا، أنا لم أقتل يومها عن سابق تصميم، بل قتلت دفاعا عن النفس، ولو سلمت نفسي ليد العدالة لكنت الآن حرا طليقا. فما كان أشقاني حين فررت وجاءكم خبر موته. دعنا من الماضي يا شبلي، قل لي ماذا أستطيع أن أعمل حتى يتم هذا الزواج؟ أطلبي من المعلم أسعد وسرحان أن يعودا راجح ويسألا عن صحته، واتركي ما تبقى عليه. وعمته، ألا تعرف موقفها منا؟ لا أجهل ذلك، افعلي ما قلت لك وانتظري نهاية سعيدة إن شاء الله. ألو، ما بك يا صابر؟ أما وجدتم أحداً يستطيع إصلاح مضخة المياه؟ إذا بقيت الحال على ما هي عليه، معنى هذا أن الزرع سييبس ونخسر الموسم. والأرض العالية، ماذا فعلت من أجلها؟ أيضاً ما زال الجرار معطلاً؟ ما هذه المصيبة؟ حسناً، انتظر مني مكالمة واصرف لقاسم المبلغ الذي اتفقنا عليه. هل أعجبك ذلك؟ أعجبني أو لم يعجبني، الذنب ذنبك. مضايقاتك هي التي جعلت العم صالح يذهب في سبيله. دائماً أنا مخطئة في نظرك، وأنا التي لا أعرف كيف أتصرف. لست مستعداً الآن أن أدخل معك في جدل لا يجدي. أنا معك الآن، حين يلتئم الجرح سأذهب إلى المدينة لألتحق بشركة المقاولات وأريحك من متاعبي. راجح، تذهب وتتركني وحدي في هذه القرية؟ على من تريدني أن أعتمد بعدك؟ وهذه المزرعة، من سيشرف عليها يا راجح؟ بالقلم العريض أقول لك أنني هارب من طغيانك وأنانيتك. وصلت بك الحال أن تحكمي على قلبي. لم يبق لي شيء في هذه الدنيا، أريد أن أهرب لأعيش ملء حريتي ولأجد ما ضاع مني. كفى كفى، عمتي هذه أول مرة أراك فيها تبكين.
لعل مأساتي هي التي حركت العاطفة في قلبك، فبدا حزنك على ابن أخيك البائس الذي حطمته. اهدئي، اهدئي قليلا. اهلا اهلا وسهلا. اهلا بك يا بنائي. اهلا بك والحمد لله على سلامتك. سلمك الله. اهلا سرحان، كيف انت؟ جينا نهنئك بسلامتي يا سيدتي. اهلا وسهلا، تفضل. الهناء مشترك. راجح واحد من اولادك ولك عليه حق التربية. ما زلت أذكر يا سيدتي أنه كان هو وسرحان يجلسان على طاولة واحدة ويملأان الصف عفرة، وكثيرا ما كنت أحرمهما من طعام الغداء. أتظن أننا كنا نبقى جائعين؟ كان يذهب من خلف الملعب سرحان ويأتي لنا بالطعام من بيتك. أنت كنت تفعل ذلك يا عفريت؟ لو لم نفعل ذلك لأصابنا فقر الدم يا أبي. بيني وبين سرحان خبز وملح. ولهذا هو يحبك. تفضل. هذا أنت؟ هذا أنا بشحمي ودمي. السلام عليكم. وعليك السلام. السلام ورحمة الله. تفضل. لا لزوم لذلك، فقط جئت أطلب منك أن تقول لصابر بأن يسلمني مفتاح الغرفة لأحمل أمتعتي وأرحل. تريد أن ترحل؟ أما سبق أن صارحتك بذلك؟ لم تخبروني عن سوء التفاهم حتى نعرف ما نقول. عمتك تعرف وأنا أعرف، وما كل ما يعلم يقال. ولكن أما يمكن نسيان ما كان لتعود المياه إلى مجاريها؟ أترضى أن يلحق بنا ضرر وقد عرفناك إنسانا طيبا؟ هي ضرر تعنينا يا سيدتي؟ أفهمه يا راجح. مضخة مياه معطلة، والزرع يكاد ييبس، والجرار أيضا معطل. من جهة الجرار اطمئنوا، حينما كنا آتيين مررنا من هناك ورأينا صابر يعالج إصلاحه، فعاونه سرحان حتى أصبح الجرار في حالة جيدة. وماذا يعود إلي يا بني الفضل؟ أنسيت أنني كنت أتمرن على يديك وقد أصلحته مرة، فقلت لي إن ذكاءك لأبيك. أشكرك على هذا الإطراء يا سيد صالح، لأنك شبهته بأبي. والآن ما هو جوابك يا صالح؟ سأبقى. شكرا لك. من جهتي كل شيء ميسر، ولم يبقى إلا أن تقنع عمتك بأن تذهب معك إلى بيت المعلم أسعد وتطلب لك يد لبيس. إنك تمزح. كيف تقول إني أمزح؟ العقبة الآن هي عمتك. أتظن أن عمتي سترفض أن تذهب إليهم؟ لست أدري، مع أنها استقبلت المعلم أسعد وابنه سرحان استقبالا في غاية اللطف. ربما كان ذلك مجاملة لأنهما جاءا ليعوداك إثر إصابتك. يبدو أنك متشائم أكثر مما أنت متفائل يا عم صالح. والله ما حصل لي معها يدعوني إلى ذلك. أتذكر أنك سألتني مرة ما هو سبب سوء التفاهم الذي بيني وبين عمتك؟ أذكر. ولماذا تركت العمل يومها؟ طلبت مني أن أشهد بأن سرحان هو الذي أطلق النار عليك. ولماذا طلبت منك أن تتهم سرحان؟ قالت إن حميد أخبرها بأن سرحان هددك على مسمع منه. لا أذكر أن سرحان هددني في يوم من الأيام. إن كنت تذكر أو لا تذكر، فأنا حكيت لك هذا لتعرف لماذا أنا متشائم. والآن أنا أنهيت مهمتي ومهدت لك الطريق إلى بيت المعلم أسعد، وهنا ينتهي دوري ليبدأ دورك. إلى اللقاء. إلى اللقاء. شكرا يا عم صالح. يا سلام يا سلام، ما هذه الأناقة؟ أمي، ألا ترين أنني اليوم أجمل؟ وهل نسيت أنك ابنتي؟
هذه لميسة فراشة. أنا كما تراني عين أبي. أظن أنهما حضرا. أمي، إنني أرتشي في أمي. تشجع يا ابنتي. شرفتك وسهلا. أهلا 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 خطوة عزيزة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا، نحن كنا بانتظار هذه الساعة يا سيدة دلال. وهل نحب لكم إلا الخير يا معلم أسعد. أهلا وسهلا، تفضلوا بالجلوس. أين سرحان؟ سرحان ذهب مع شروق الشمس ولم يقل إلى أين ذهب. هذه عادته، يتحرك دائما بحرية ولا يسمح لأحد منا أن يسأله إلى أين. عندما كان صغيرا كان يستأذن غيره، وعندما كبر أصبح يأذن لنفسه. هذه الظاهرة تدل على الثقة بالنفس والشعور بالحرية، فلماذا تقيدون؟ لقد أصبحنا شبابا يا ناس. وصرتم تأمرون ونحن نطيع. يا معلم أسعد. نعم يا سيدتي. لنا عندكم رجاء، وأرجو أن يكون الجواب بالإيجاب. يا سيدتي أنت تأمرين. هذا من لطفك. أريد أن تكون لميس زوجة لراجح. وهل لدينا أعز من راجح حتى يكون صهرا لنا؟ هل عندكم شروط تقولونها؟ طبعا طبعا، أن تكون السيدة دلال عمة للميس كما هي لراجح. راجح عين ولميس عين، والعينان غليتان عندي. تفضلي. قهوتك حلوة أم مرة؟ من ذاق عرف. تفضلي يا أمي. شكرا. تفضلي يا أبي. شكرا يا ابنتي. قهوة لذيذة. شكرا لك على هذه الشهادة. مبروك يا ابنتي. علامة تبارك لي يا أبي. أصبحت خطيبة لراجح. أكاد لا أصدق. أحيانا الأحلام تصدق يا حبيبتي.